أنا قاسم حسنين، خبير مناهج لغة عربية بمكتب مستشار اللغة العربية بديوان عام الوزارة بجمهورية مصر العربية. أنا جئت هنا لحضور ورشة العمل التي أعدتها أو تهيئها لنا مؤسسة الفكر العربي عربي 21، مشكورين خالص، لكي نستفيد في كيفية تصنيف كتب أدب الأطفال وكيفية تنمية القراءة والمعايير الصحيحة لتأليف الكتب ولتصنيف كتب القراءة. بالنسبة لنا احنا في مصر قمنا بعمل برنامج تحسين مهارات القراءة للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول ابتدائي، وهذا المشروع أعددنا له منذ 4 سنوات من 2008 حتى كتب الله لنا نجاح بهذا المشروع وأتى بنتائج مبهرة. وأعدنا مرة أخرى طريقة الكتاب القديمة في تعليم أبنائنا تعليم أبنائنا القراءة اعتمادا على الطريقة الصوتية.